السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. رومي باك سيون سمارت اكزيرسيس 29. دونك فهاد التمرين غادي نديرو التصحيح تاع هاد السيستيم نظام، والمجهول هو اكس، عندنا معادلتين ولكن مجهول هو اكس، ونحلو هاد المعادلتين نحلوهم في بي او، يعني مجموعة تاع لي بارتيسيون دو او تاع ز او. نبداو التصحيح. اذا عندنا سوا ا بي اي سي تروا بارتي دان انصومبل او، اذا عندنا ثلاث مجموعات من مجموعة او، يعني سون دي بارتيسيون دو او، يعني اجزاء من او. يعني اذا عندنا بشرط، عندنا واحد الشرط، ها هو ان بي خاصها تكون انكلو دون ا، اي ا اي تنكلو دون سي. اذا بي ضمن ا، ب توجد ضمن ا، و ا توجد ضمن سي، يعني المجموعة اللي بغينا نقولو اكبر من اصغر، المجموعة اللي فيها عدد اكثر تاع العناصر هي سي، والمجموعة اللي تبعها هي ا، والمجموعة الاخيرة و الصغيرة اللي فيها اقل العناصر هي ب، الوسطانية هي ا. صافي، دابا غادي نحلو هاد المسألة في هاد النظمة فين في بي دو او، يعني اجزاء تاع او. اذا لي بارتيسيون دو او، اذا عندنا معادلتين، اذا شنو غنديرو؟ غنستعملو المعادلة الاولى ثم نستعملو المعادلة الثانية كما تنديرو في النظمة العادية تاع الاعداد. اذا اول حاجة ناخد واحد اكس من المجموعة اللي تخدمو فيها، المجموعة اللي تخدمو فيها هي بي دو او، هي اكس تنتمي الى بي دو او، ياك. اذا اكس تحققنا خصنا تحقق الشرط الاول. اذا شنو تعني ا انيون اكس ايغال سي؟ عندها المعنى، شنو هي المعنى تاعها؟ هي ان هاد اكس، حيت هنا هنا اتحاد، اذا ا ضمن سي اي اكس ضمن سي، اذا ما كانش ا ضمن سي صافي هاد الشيء ما بقاش صالح، اذا ما عندها اتحاد، المعادله ما عندها اتحاد. اذا عندها جوج شروط، ان ا ضمن سي و x كون خصها تكون ضمن سي، توج x خصها تكون توجد ضمن سي اي ا ضمن سي، وحنا عندنا هاد الشرط كاين هو موفر. اذا مادام موفر اذا ما كاين مشكل، اذا دابا غنلعبو بالشرط الثاني x ضمن سي. المهم x ضمن سي غادي نحتاجوها. دابا قبل ما نبداو البرهنه ندير واحد وقفة على هذه، لان انا غنتعاملوا مع ا و سي بزاف، غنتعاملوا مع ا و سي اللي غيسهلونا الامور. ا و سي، لهذا غادي ناخذوا هذه المجموعه هذه سي موا ا، غنحتاجوها انتما تشوفوا علاش. اذا سوي سي موا ا انتر ا، شنو هو التقاطع تاع المجموعتين؟ دابا سي حيت من ا، حيت من عناصر تاع ا، اذا سي فاش تحيد من عناصر تاع ا وديها التقاطع مع عناصر تاع ا، وك هنا كاين عناصر ا وهنا ما كاينينش، اذا ما كاين تقاطع، اذا مجموعة التقاطع تاعهم شنو هو؟ يكون هو مجموعة فارغة، هي مجموعة فارغة. صافي، هنا السي محيدة، عناصر ا محيدين، هنا في هذه المجموعة هذه السي مو ار، عناصر ا محيدين، وغادي التقاطع مع عناصر ا، اذا هنا محيدين عناصر ا، اذا ما كاين حتى شي تقاطع مجموعة فارغة. واخا دابا ندوزو تذكير اخر، هذاك بحال شكل تاع التذكير ولكن هادو خلاص. اي دابا هنا درنا مع ا، دابا غنديرو مع السي، ولا درنا مع السي حاجه اخرى، هنا تقاطعو مع السي. دابا عناصر تاع هادو شنو هما؟ عناصر سي بلا ا، وهنا عناصر سي، اذا هاد عناصر سي بلا ا راه كاينين في السي، ضمن ا ضمن السي، حيت ا هنا سي محيدة من ا، إذا ضمن سي، إذا شنو هو التقاطع تاعهم؟ إذا هاد سي مو ا راه كاينة هنايا، كاينة في سي مو ا، وكاينة في سي، إذا شنو هو التقاطع تاعهم؟ هو سي مو ا. صافي، إذا هاد جوج هما بلون أحمر وهادو بنفسجي، باش نبقى قرا نستعملهم باللون تاعهم. يلاه غنبداو، شنو غنديرو؟ غناخدو هاد المتساوية هادي، هي هادي ياك، ها هي، ها وقلا ما واضحاش هنايا، غنوضحوها هنايا، ها هي، يعني خاص يكون عندها نفس اللون تاعها باش، إذا كيف حيت تديرو مثلا
تنزيدوا الطرف الاول عدد وتزيدوا الطرف الثاني عدد وشحال نضربوا في عدد الطرف الاول في واحد العدد نضربوا الطرف الثاني. هنا شنو غنديروا؟ عندنا الطرف الاول هو هذا والطرف الثاني هو السي. شنو غنديروا؟ غنديروا انتيرسيكسيون تاع الطرف الاول مع السي موا والطرف الثاني مع السي موا. اذا بحال ما درنا والو. اذا عندنا الا كانت عندنا ايكيفالونس هنايا، الا كانت عندي مثلا ا انتر دي إيجال C انتر بي إيكيفالون أ أ إيجال بي، ناسي أ انتر بي إيجال أ سي انتر بي إذا إيكيفالون أ إيجال سي إيكيفالون أ إيجال سي إيكيفالونس. واخا هادشي إيكيفالون، واخا إيكيفالون كوا يعني شنو غنديرو؟ أون فا ديفلوبي. كاين إيكيفالونس هنا ما كتبتهاش ولكن إيكيفالونس، هادي إيكيفالون هاديك الشي قال جاي صافي. دونك شكون شي امبليكاسيون غنديرو امبليكاسيون، هنا عندنا دابا ايكيفالونس. واخا هنا شنو غنديرو؟ هنا عندنا بحال الشكل تاع الضرب، غنديرو ديفلوبمون غنديرو النشر. ما كنت نشرح بالفرونسي. اذا هنا واخا هنا عندنا نديرو دابا نديرو النشر. اذا شنو غنديرو؟ النشر تاعش تاع لانتيرسيكسيون يعني تاع التقاطع نشرو فاش لا غيينيون. اذا شنو غنديرو؟ عندي بحال الضرب هاش كده عدل. إذن سي موا أ، هاي سي موا أ أنتر المجموعة الأولى، شو هي المجموعة الأولى؟ يا أ هاي إينيون، هاي ديفلوبمون هاي دو سوف كو إينيون كوا سي موا أ سي موا أ أنتر المجموعة الثانية اللي هي هاي صافي تساوي سي موا أ. هادي هادي مادام ندير فيها غادي يحسبوها، غادي يحسبوها غادي غادي نرجعو اللور. ها هي اللورة. شوف شو قلنا سي موا ان انتر سي، شو تساوي سي موا ان انتر سي؟ قلنا تساوي سي موا ياك. اذا نعوضها في سي موا، ها هي سي موا صافي سي موا ان انتر سي. يعني هادي راه كاينه في المجموعة الأولى، هاد سي موا كاينة في المجموعة الأولى كاينة في المجموعة الثانية، اذا شو تساوي سي موا ياك. وهادي درنا الديفلوبمون تاعها عطاتني هادي. واخا وهادي شنو هي هاد سي موا أ أنتيغ أ؟ نرجعو نشوفوها هاهي شنو هي؟ هي مجموعة فارغة صافي. إذا غنعوضو مجموعة فارغة هاهي هاهي إتحاد تبقى هي سي موا أ أنتيغ إكس هاهي صافي تساوي سي موا أ. ودابا مجموعة فارغة إتحاد واحد مجموعة، مجموعة فارغة إتحاد مثلا أ إيكال أ، هادي كور. إذا مجموعة فارغة يعني فارغة غادي نديرو اتحاد مع واحد المجموعة مليئة يعني فيها عناصر، غتساوي لنا المجموعة اللي فيها عناصر. إذا هي هادي، إذا شنو تساوي؟ تساوي سي موا أ أنتيغ إكس. دابا سي موا أ أنتيغ إكس تساوي سي موا أ، هادشي اللي برهنا عليه دابا اللي بينا هي سي موا أ سي موا أ صافي. إذا مادام عندنا واحد المجموعة نسميوها مثلا إن أنتيغ واحد المجموعة إكس تساوي ام، شو تعني هادي؟ تعني ان هاد المجموعة ام راه كاينة هنا الداخل، كاينة في اكس، العناصر تاع هاد المجموعة هادي راه كاينين هنا. علاش؟ لان بجوج لان التقاطع تاع هاد المجموعة هادي تقاطع المجموعة اكس شنو غتعطينا؟ تعطينا هاد المجموعة، تعطينا مجموعة ام او ام مثلا هي هادي ام ياك. اذا هاد ام راه كاينة في اكس، ضمن اكس ام ضمن اكس ودم ام ضمن هادي. إذا حنا ناخدو هاد الثانية لأن تتمنى دونك ما سا امبليك كوا؟ امبليك كو هاد سي موا أ فين كاينة؟ كاينة في إكس، حيت تكون فيهم جوج حيت هي التقاطع. إذا كاينة في إكس، أول شيء وصلنا ليه أن سي موا أ كاينة في إكس. واخا غنرجعو شوية اللور، هان تبقى عاقلة هادي إكس ضمن سي، ها هي إكس من السي. هاي قلنا في الأول أن فاش أ إنيون إكس إيكال سي، يعني أن سي أن سي هي الكبيرة، مجموعة كبيرة، وأن إكس إتحاد مع أ عطاتنا سي. إذا إكس ضمن سي هاي قلنا في الأول، ها هي. إذا غنستعملوها أون 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 شنو كوم؟ يلا كوم مادام هاد إكس توجد ضمن سي ياك، و سي موا أ توجد ضمن إكس، ألوغ بعد أن نستنتج نقدر نزيدو هنا إي، لا بغيت نزيدوها إي و نكتبو هادي.
ما ننساش ان اكس محصوره بيناتهم جوج. يعني شنو اكس؟ يعني سي موا ا ضمن اكس هي و اكس ضمن سي. هنا حصلنا على هذا الشيء صافي مزيان. اكس اذا توجد ما بين سي موا ا و سي زعما سي ناس. دابا نشوفوا الشرط الثاني. حنا دابا خدمنا مع الشرط الاول، دابا رجعوا الشرط الثاني. حنا انتم نعاودوا نشوفوا منها. حنا خدمنا دابا غير بهاد A union X égale C. هاي A union X égale C. هي خدمنا بها. دابا خدمنا المعادلة الثانية، غنشوفوا المعادلة الأولى. أولى هي A انتر X égale B. هي غنخدموا بها دابا. تبقوا معايا انتر هاي. شنو درت أنا A انتر X égale B؟ يعني أن B كاينة في X وكاينة B في A. باش يكون التقاطع هو B خصو يكون هاد B تكون فيهم جوج. إذا B تنكلو دون X B ضمن X. أو توجد ضمن X و B توجد كذلك ضمن A. لما ما كانش B ضمن A إذا ما كاينش حل صار سبب فيلم. ولكن حنا هاد الشرط متوفر حيت علاش هانتوما شنو عطينا هنا؟ عطانا B ضمن A هاهي و A ضمن C. إذا هاد الشرط احتاجينا في الأولى في هاد المعادلة هادي، وهاد الشرط هذا احتاجينا في المعادلة الثانية. إذا هذاك الشرط هو لابد من لازم خاصو يكون في وصلنا. لا بلاتي شو هنا. اذا شو قلنا؟ بي اذا هذا الشرط لابد يكون احنا متوفر عندنا. عطينا في الشرط الاول عطينا هذا الشرط محقق. اذا هذا الشرط محقق صافي تركو عندنا شيء، يعني عندنا هذا الشرط محقق. واخ دابا بي ضمن سي وخليه هادي ونمشيو دابا ندير واحد التسكير. هنايا سي موا ا يونيون ا. دابا تبعوا معايا سي موا ا يونيون ا. دابا سي نحيدو من ا ونحيدو من عناصر ا، ولكن نتحدو نديرو اتحاد مع عناصر ا. شنو عطيني؟ عطاتني سي. دابا سي حيدنا من ا ورجعناهم هذوك العناصر رجعوهم. شنو عطاتني سي؟ عطاتني مجموعة سي. وما تنساوش ان ا تنكلو دون سي. يعني ا ضمن سي توجد ضمن سي. واخا اذا عندنا هادي بقاو عاقلينها وهادي شوفوا هادي مزيان. دابا عندنا سي مو ا وما تنساوش يلا برهنا عليها غنستعملو عليها. هنا صافي استعملناها اخرى. هايا شنو قلنا على سي مو ا؟ فين توجد ضمن اكس. سي مو ا توجد ضمن اكس قلنا ولا لا؟ عاقلينها. إذا لقبة سي مو أ هاهي سي مو أ ودرتها درت مع اتحاد مع إكس. اتحدت مع إكس إذا هادي ضمن إكس. إذا اتحاد تاعهم شنو يكون المجموعة الكبيرة؟ هي إكس. حتى هادي توجد ضمن إكس ضمن هاد المجموعة. هاد المجموعة هادي توجد ضمن هادي. حنا قلنا في السؤال الآخر في الجزء الأول. إذا شنو تعني؟ أن الاتحاد تاعهم راه هو إكس. لان علاش ها هي مكتوبه هنا؟ لان سي مو ا قلنا تنكلو دون اكس. برهنا على في السؤال في الجزء الاول من السؤال صافي. دابا غنديو نفس الطريقه كويلات كويت استعملنا سي مو ا حتى دابا غنستعملو سي مو ا. وكويت شنو لنا وقال لنا التقاطع. دابا غنديو اتحاد. لاحظوا ولكن اتحاد مع المجموعه اخرى. نعم شوف بداتي هنا عندنا التقاطع بداتي هنا. هي فين هي؟ هاي هنا درنا التقاطع. شتو درنا سيمو ا تقاطع مع الطرف الاول وسيمو ا تقاطع مع الطرف الثاني. دابا غنديرو سيمو ا اتحاد مع الطرف الاول واتحاد مع الطرف الثاني. اون ديفلوب اون شو سنبقى هذيك الثانية تبقى هي ما نغيروهاش. راه سي مو ا اللي مابغاش يخدم في سي مو ا يقدر يخدم في سي انتر ابار. سي انتر ابار هي هي سي مو ا هي سي انتر سي تقاطع ابار. يعني لو كومبليمون دو ا دون او. واخ عندنا دابا هادي خصنا نديرو النشر. يلا سي مو ا يونيون ا ها المجموعة الأولى ها هي و سي مو ا انتر انتر بيناتهم. حكينا انتر بيناتهم هيا انتر و سي موا ا يونيون اكس اكس هيا سي موا ا يونيون اكس صافي. والاخرى نخليوها كما هي ما نقيسوهاش.
إذا شنو هي سيموا أ أونيون أ؟ رجعوا ليها وقال الله لهم ياك. أيا سيموا أ أونيون أ هي السي. صافي شرحناك بها هذا الشرح. وشنو هي سيموا أ أونيون إكس؟ ها هي راه هي إكس لأن سيموا أ يدير منها إكس صافي واخا. إذا هذه شنو هي قلنا؟ هي السي ها هي. وهذه شنو هي؟ هي إكس ها هي. دونك سي تقاطع إكس تساوي هذا الشيء صافي. وما نساوش لاحظوا رجعوا إلى الله شي شوية ها هي. شنو قلنا على إكس؟ أين توجد؟ ضمن السي يعني شكون هي المجموعة الكبيرة؟ هي السي. شكون هي المجموعة الصغيرة فيها أقل عناصر؟ هي إكس اللي فيها أكثر من هذه لأن هذه توجد ضمن هذه. واخا إذا مادام توجد ضمنها إذا فين وصلنا؟ وصلنا هنا. إذا هاد السي توجد ضمن هنا. إذا شنو هو التقاطع هاد المجموعتين؟ لا إكس توجد ضمن السي. مجموعة إكس توجد ضمن السي. هاهي مكتوبة إكس توجد ضمن السي. إحنا برهنا عليك كتبناها في الأول. واخا إكس توجد ضمن السي ياك. إذا مادام إكس توجد ضمن السي إذا شنو غيكون التقاطع هنا؟ هو إكس. إيوا ها هي إكس. وهذه تبقى هي. إذا حنا لقيناها إكس شحال تساوي إكس؟ تساوي هذي. شنو هي إكس؟ هي سي تقاطع أبار أونيون بي. هي اتحاد بي صافي. إذا سي تقاطع أبار اتحاد بي. إذا هنايا ولا سي موا أ اتحاد بي. ها هو الجواب. حنا لقينا الجواب ولكن واخا هكاك خلينا نتحققوا من هو صح ولا لا. غانديرو فيريفيكاسيون بلاتي باش نشوفو مزيان. شنو خصنا نفيريفيو؟ خصنا نفيريفيو ان هاد ا انتر اكس هاد المعادله الاولى صحيحه ولا لا. ونفيريفيو المعادله الثانيه صحيحه ولا لا. يعني هاد ا نادت ا انتر اكس خاصها تعطيني بي و ا اينيون اكس خاصها تعطيني سي. هاد الشيء هذا هو التحقق اللي غنديرو. دابا نشوفو دابا نديفلوب هادي باش نتحقق هاي فيريفيكاسيون. احنا بدينا فيريفيكاسيون. اذا خصنا نلقاو ا انتر اكس قلنا خصنا نلقاو بي وقلاك خصنا نلقاو بي. اذا ها هي ا هي هذه و اكس هي اللي لقيناها هي سي موا ا اونيون بي. ها هي خليها باينه شي شويه باش بحال ايا. هذه هي اكس لقيناها هي هذايا صافي. عوضنا اكس بقيمتها. اذا ا انتر اكس تساوي شنو؟ دابا نديرو النشر. نديرو النشر ا نضربو ها انتر المجموعة الأولى هي هي هادي و أ اتحاد المجموعة الثانية. إذا شنو قلنا اتحاد المجموعتين أ مع مع سي وما فيهاش أ؟ إذا ما كاين حتى لا تقاطع لا والو هي مجموعة فارغة. ها هي أونيون و أ انتر بي. وتعرفوا أن بي ضمن أ. بي كان وسط ضمن أ تو بي توجد ضمن أ. إذا بي في عناصر أقل من أ، أ في عناصر أكثر، يعني بي توجد ضمن أ، إذا التقاطع تاعو يكون هو بي، ها هو بي. وشنو هو الاتحاد تاع مجموعة فارغة مع بي؟ هو بي، إذا الجواب صحيح، المهم الأولانية تحققنا منها. دابا نتحققوا من الثانية، إذا شنو هي الثانية؟ هي أن خاصنا نشوفوا هذه واش تساوي سي، ها هي سي، خاصنا نلقاوها تساوي سي. إذا أ اتحاد إكس، شنو هي إكس اللي قلنا؟ هنا هي هذه إكس، هي سي موا أ أونيون بي، عوضها بالقيمة ديالها. نديرو النشر. إذا لا بلا ما ندير ناصر ولا حد هنا اتحاد اتحاد ما عنديش ناصر فاش كنت بحال عندنا الضرب 3 في 4 في 5 واش غنديروا الناصر؟ تنديروا الناصر كي عندنا الضرب مثلا والجمع تنديروا الناصر. أما هنا ما غاديش نديروا الناصر. إذا كان اتحاد وعندي التقاطع تنديروا الناصر. وإذا كان تقاطع وعندي اتحاد بين قوسين تنديروا الناصر. أما هنا ما عنديش عليها اتحاد. إذا أنا باش ما بغيت يبدا إذا حنا غنبداو بـ أ أونيون بي. هنا هذا أونيون أونيون يعني اتحاد اتحاد. إذا شنو هي أ أونيون بي؟ هذا أونيون هذا من أحسن كون كتبنا بي هنا غنجيبوها هنا بي. المهم هذه هي هذه شتي هذه هي هذه. إذا بغيت تسجل خطوة أخرى هي أ أونيون. شنو هي أ أونيون بي؟ قلنا أن بي توجد ضمن أ. إذا أ أونيون بي أ هي الكبيرة. إذا أ أونيون بي هي أ. شنو تبقى ليا؟ هنا بغيت تكتبوها كاينة لو ما فهمتش مي فيها ها هي باش نزيدو خطوة أخرى في سبيل الله. هاهي إذا هنا هاد أ أونيون حنا حدنا أونيون تغير بحال ثلاثة في أربعة في خمسة. يمكن تبدا ثلاثة في خمسة
خمسة كيف حالك دابا بلاص هادي ثلاثة في أربعة في خمسة يمكنك دير تخلي أربعة ودير ثلاثة في خمسة هي هادي إينيون دونك إينيون كتغيرها دونك أ إينيون بي تسبق أ إينيون بي هي هادي أ إينيون بي هاهي و إينيون هاد سي موا أ سي موا أ نخليها هي أخرى إلا شنو هي أ إينيون بي أ إينيون بي قلنا أ بي ضمن أ إذا هي أ هي هادي هي أ صافي دابا شنو هي سي موا أ إينيون أ دابا حيد سي حيدها من أ أ ورجعنا عليها أ لأن أ ضمن سي راه أ ضمن سي ها إذا أ راه كاينة وسط سي ضمن سي وحيدنا من أ عناصر تاع أ ورجعناهم لأن الاتحاد هو هذا ترجع إلا شنو ولات عليها تولي عندي سي هي هادي سي إذا الجواب صحيح علاش لأن بي ضمن أ راه بي ضمن أ فاش بي ضمن أ هادي 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 بي ضمن أ كاخ بي ضمن أ علاش عطاتني هنا أ لأن بي ضمن أ وهادي لي أ ضمن سي ما نساوهاش بي ضمن أ و أ تا هي ضمن سي صافي سي فيني ميرسي إذا لي أعجبكم دكتور على الزر تاع الإعجاب وشاركوا مع أصدقائك تاعكم ما عجبكمش ما كاين حتى مشكل